المحتوى في محافظة صلاح الدين، ولكن هناك إصابات أيضا جديدة. عدد الملامسين أصبح بشكل كبير. إذا تحدثنا على مدينة سامراء، فهنالك أصبحت حقيقة فيها بؤرة للفيروس في منطقة الإشبيرية، في منطقة الشهداء، في جميع مناطق محافظة صلاح الدين. قبل قليل سجلت أو قبل ساعات سجلت مستشفى سامراء العام 20 إصابة جديدة، 9 للقوات الأمنية و12 مدني. حقيقة الإصابات، غالبية الإصابات المتواجدة هي للمدنيين، بالإضافة إلى وجود قوات أمنية كثيرة في المدن، في مراكز المدن، أضاف عبء كبير على الكوادر الصحية، وهي إصابات المنتسبين للحشد الشعبي والقوات الأمنية. طيب نعم، أنا يعني بصراحة سؤال كلش مهم ما أرد أنساه، يعني شقد عدد التحاليل اللي اندزت لبغداد بحيث طلع من عندها 400 إصابة وتسجلت بيوم واحد 400 إصابة، عندك معلومات؟ سمير، هي فقط مدينة سامراء كانت مرسلة أكثر من 700 عينة، وكذلك قضاء بلد عدد كبير من العينات. أما قضاء الدجيل فأرسلوا 900 عينة مرسلة. حقيقة قلت النتائج اللي تظهر في المختبر في بغداد شكل عبء كبير، أن العينات ترسل بالمئات وتعود بالعشرات. حقيقة هذه مشكلة كبيرة. العدد اللي سجل يوم أمس نتيجة تراكمات، يعني عينات مرسلة قبل 7 أيام و6 أيام، والبعض قد يكون أكثر، ولكن اليوم لدينا إصابات جديدة تسجل بشكل يومي، إصابات جديدة في المدن. طيب بعد هذه عدد الإصابات، هذه يعني ما شاء الله مو قليلة، ودشوف هناك تزايد بهذه الأعداد، هل المستشفيات هي حاضرة وجاهزة لاستقبال هذه الحالات؟ الإمكانيات، الكوادر الطبية أصبحت جاهزة بصلاح الدين لو ما زالت ضعيفة مثل الأيام السابقة؟ نسبة المصابين اللي يذهبون إلى المستشفيات قد لا تتجاوز يعني 10 أو أقل من 10%. اليوم أصبحت الطريقة هي العلاج في المنازل، الحجر الصحي والعلاج في المنازل، حتى المصاب يعني يكتسب الشفاء أسرع من المستشفيات داخل المنازل. حقيقة كونًا أغلب المستشفيات تحولت إلى بؤر ناقلة للفيروس للأسف. طيب أنا أريد أسأل حضرتك أيضًا، يعني تدري هذه الرقم 400 شقد يعني أثر في نفوس المواطنين بمحافظة صلاح الدين، خصوصا الملتزمين منهم، يقول لك أنا قاعد بالبيت وتارك شغلي وتارك أهلي وناسي وطلعاتي، وحتى ما أقدر أغير جو، وأتفاجئ برقم 400 كبير على محافظة صلاح الدين فجأة، يعني أعلى نسبة كانت ما تتجاوز 100، يعني 100 وشوية، ففجأة 400. فسؤالي اليوم سميلي ايضا عندنا 400 جايه مدينه محافظه صلاح الدين. نعم اليوم عندنا 400 جايه قريبه اكثر من شهر ونص. لو هاي بس لانه تراكمات، تفضل. عفوا، اكثر من شهر ونص محافظه صلاح الدين لم تسجل سوى اصابه واحده كانت لمنتسب صحيح القوات الامنيه. اللي حصل طول فتره الحجر والناس، يعني حقيقه البعض، غالبيه الناس التزمت بحظر التجوال، ولكن عجز الدولة عن تقديم شيء للمواطن تتحملها الدولة. اليوم اكو مشكلة كبيرة، انه ارتفاع خط الفقر في محافظة صلاح الدين. الناس يعني تصلنا يوميا مئات الرسائل يناشدون صورة حل، يعني اللي عاجز عن تدبير علبة حليب لاطفاله، يعني اليوم مشكلة، او وجبة غذاء لعائلة، هذه مشكلة كبيرة. اذا نجي عليها زميلي عبد الله، منذ انطلاق الازمة لحد الان وزارة التجارة وزعت الحصة التموينية لمرة واحدة، يعني من شهر الثاني إلى شهر السابع وزعتها لمرة واحدة، وهذا الشهر فقط وزعت التمن فقط. هذه مشكلة. أما عن الرواتب، تأخير الرواتب أثر بشكل كبير يعني على الناس. اليوم المحافظة تمر في أزمة، والبلاد تمر في أزمة، أنه هذه الرواتب تأخرت كثيرا. الموظف اليوم أكثر من 40 و45، وهناك أساتذة الجامعات مضى على أكثر من 50 يوم ولحد الآن لم يستلموا رواتبهم. نعم. طيب احكي لنا عن حالات الشفاء، بما انه احنا تكلمنا بهواي بموضوع انه عدد الاصابات، وهذا الشيء ممكن يدعي للقلق لهواي مواطنين، خلي شوي نكون شويه اكثر امل وتفاؤل بهذا الموضوع. اكو اعداد للشفاء، هل هي ممكن توازي اعداد الاصابات او حتى اكثر؟ نعم زميلتي، حقيقه عدد الاصابات يعني عدد الشفاء لا يوازي حجم الاصابات. الشفاء في محافظه صلاح الدين تظهر لدينا اكثر من 400 اصابه، والشفاء حاله الشفاء 13 حاله شفاء. هذه مشكله كبيره جدا.
المشكلة الأكثر خطر على المدينة هي عن الحجر الصحي. اليوم الدولة عند ما تحجر المصابين والملابسين بالحجر الصحي، العوائل غير ملتزمة تماما، لا كبار ولا صغار، وقع على تعهد وما يعرف معنى التعهد القانوني، وتلاحظ أن الأطفال في الشوارع وكذلك الملامسين يتبضعون في الأسواق دون رقيب. طيب هذا كان سؤالي أنا، مثل ما حكينا أنه الدولة لها دور بفرض توزع المواد الغذائية وتوفر هواي أمور للمواطن حتى يبقى قاعد بالبيت، بالمقابل هذا المواطن اليوم بمحافظة صلاح الدين بمدينة سامراء أو بمركز المحافظة بتكريت والأقضية والنواحي الأخرى حسب نظرتك باعتبار تتجول بأكثر من قضاء وأكثر من يعني مدينة، ملتزم صحيا أنا أقصد، سواء بحظر التجوال أو بالوضع الصحي هذا، يعني الكمامات، الكفوف، التعقيم، التباعد الاجتماعي، حتى لما يطلع يسوى تباعد اجتماعي عندنا، اكو التزام صحي لو لا؟ يعني خلال هذا الاسبوع يمكن كان برنامجي في اكثر من قضاء، في فرع الجيل وقضاء بلد والاسحاقي وسامراء وتكريت، هو ليه يعني هذا الاسبوع اللي تواصلنا وياهم، نسبه الملتزمين بقواعد السلامه ككفوف وكمامات قد لا يتجاوز يعني الواحد بال300 او الاثنين بال300 وليس بال100. اما حظر التجوال فحظر التجوال في جميع المدن والاقضيه والنواحي، المواطن غير ملتزم بحظر التجوال. وهذه مشكله كبيره تواجه خليه يعني رئاسات الوحدات الاداريه وخليه الازمه في عموم المدن. طيب ما فكرت خلية الأزمة بفرض حظر شامل للتجوال بعد ما شافت المواطنين يعني مدى يلتزمون؟ أكو هناك أخبار على فرض لحظر التجوال شامل، أو بسبب مثل ما قلت بالبداية أنه الناس اللي على رزقها والناس اللي تحتاج المال لسد حاجتها ممكن يبقى هذا حظر التجوال النصفي؟ بالتأكيد زميلتي، يوم أمس رئيس خلية الأزمة في مدينة سامراء محمد يونس اللي هو يجري رئيس خلية الأزمة وهو مدير بلدية، يعني ليس رئيس وحدة إدارية، كون غياب رئيس الوحدة الإدارية أثر بشكل كبير على مدينة سامراء، فاتح المحافظ بعد ظهور إصابات كبيرة جدا تجاوزت ال 24 ساعة في مدينة سامراء، أكثر من 95 أو 99 إصابة في مدينة سامراء، ناشد رئيس خلية الأزمة في المحافظة، ناشد المحافظ أو فاتح المحافظ أن يكون حظر تجوال شامل لمدة أسبوعين وبالقوة، ولكن يعني حقيقة محافظ صلاح الدين لم يستجب لهذا الطلب، كون أن المحافظة تمر في أزمة اقتصادية كبيرة والمحافظة غير قادرة على تقديم شيء للمواطن، فالمحافظ حقيقة لم يرجع ولم يوافق على فكرة حظر تجوال شامل في المدينة. أنا أشكر وجودك وأنا بصراحة معلوماتك جدا مهمة، نتمنى لك السلامة ونتمنى لكل المواطنين بمحافظة صلاح الدين وكل محافظاتنا العراقية السلامة والالتزام ان شاء الله. الالتزام ترى يقينا هوايه من وصل لمرحله الاصابه، وبجهودك وجهود كل العاملين اكيد نحاول انه احنا نبث ثقافه الالتزام الصحي انا اقصد. شكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها محمد. شكرا.